انا عندي قال لك ان شاء الله تكون مواكبه ونقدروا نبداو نخدموا معاهم من قدام. بالنسبه ليا العامله اللي تخدم معايا انا مثلا واصله السيديان باس خلال هذه المقاريه اللي كنت خدام بها دابا حاليا من توفقت انني نستافد من هذا الدعم. ان شاء الله عتكون واحد الفكره على اننا نستقطبوا بعض ديال العامله اللي حتى هما يكون عندهم نصيب معنا ان شاء الله في العمل. وهذا هو الهدف من تاسيس ديال هذا البروجي هو اننا نحاولوا نستقطبوا بعض الشباب اللي حتى هما وطوروا حتى النجاح ديالهم. وبالنسبه لنا حنا تحسين الوضعيه على انه من المحاول تكون سوسيتي ونقدروا نوفروا هذوك الشباب اللي تخدموا معنا في من الناحية القانونية على أننا نفرض مثلا التغطية الصحية ويستطيعون بحال كاع الناس أنهم يوفروا على الواجبات ديالهم كعمال. شكرا لك. شكرا لك. الله عليك. شكرا لك. شكرا لك. مسيرة موفقة ومسيرة والنزيه من العطاء خاصة في هذا النجاح ديالكم في الشغل.